السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة جوديز إنجليش وورلد أبطال سنة رابعة. النهاردة فيديو سريع جدا وقصير جدا وفي كلمة واحدة بس اللي هي عملية الإنبات، إزاي البذرة بتتحول لنبات. الكلمة دي مهمة جدا يا سنة رابعة وهي اسمها germination. germination 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 germination. والورايا germination. الكلام ده موجود عندك في الوحدة الثالثة ان شاء الله وهناخدها بالتفصيل، بس حبيت النهاردة اعرفكم الكلمة الصعبة دي سريعا كده بالصوت والصورة. زي ما انتم شايفين كده عملية الانبات تحويل البذرة الى ايه؟ الى نبات. يلا يا سنة رابعة تعالوا مع بعض نعرف ازاي الوردة الجميلة دي خرجت لنا بالشكل ده. اولا ها soil، بيبقى عندنا soil يعني تربة زراعية. بعد كده ها بتضع فيها الايه؟ البذور. بذور يعني seeds. خلاص حطينا seeds في soil وطبعا رويناها، بيبتدي ها تنبت كده الجذور اللي هي root. روت وطبعا روتس علشان ايه؟ جذور. بعد كده تكبر شوية الجذور وتعمل لنا نبتة بالشكل الصغنن ده اللي هي اسمها شوت. شوت تمام. بعد كده تبتدي تطلع لنا النبتة دي وتكبر وتكون لنا ليف، ورقة شجر طبعا لما هيبقى فيه ساق ويطلع منها ايه؟ أوراق. وبعد كده سبحان الله العظيم هتتحول الى فلاور بقى او تري او اي نبتة او اي ايه محاصيل او اي سبحان الله العظيم اي ايه نبات بينبت. العمليه دي اسمها ايه سنه رابعه؟ ذا germination process. germination 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 ذا germination process. تمام ابطال سنه رابعه، احفظوا الكلمات واملوها لنفسكم وخلي ماما تملها لكم سبيلنج وكتابه، واستعدوا ان شاء الله للفيديو القادم، هيبقى فيديو قوي جدا. كانت معكم مس إيمان ودي قناة جوديز إنجليش وورلد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.